حياه من الشهداء. الحكاية مش شويش، الحكاية مش شويش، ولا عسكري غلبان في الجيش، ولا عسكري غلبان في الجيش. الحكاية مجلس عسكر، الحكاية مجلس عسكر، الحكاية مجلس عسكر، الحكاية مجلس عسكر. أنا اللي جابني هنا، أنا شايف إن التصعيد دي أحسن خطوة للتصعيد. أنا شايف إن ميدان التحرير كانت تتحرق، انا شايف ان ميدان التحرير كانت تتحرق، وان لازم الناس كلها تطلع على وزاره الدفاع او على ماسبيرو. وزاره الدفاع ده مقر المجلس العسكري، وماسبيرو ده لسان المجلس العسكري. ازاي في ناس قادره تنسى اللي حصل ليله 28 يناير؟ ليله 28 يناير محمد محمود ده كان مجزره. الجيش فعلا في شرطه عسكريه وحرس جمهوري دخلوا الشارع وادوا ذخيره للشرطه، واحد بيتضرب قدامنا بيقع بينزف على الارض مش عارفين نجيبه، لان احنا لو طلعنا نجيبه احنا كمان هنتضرب. الناس ناسيه الكلام ده، الناس ما شافتش الجيش هو بيضرب فينا في التحرير في شهر ديسمبر، ما شافتش الجيش هو بيوجه السلاح كده عليا بيقول لي اجري. في ماسبيرو نقيب جيش موجه السلاح الكلاشينكوف عليا في ماسبيرو بيقول لي اجري اجري اجري، يقول لي هضربك. لو خد اوامر انه يمسك واحده بنت يضربها ويقلعها هيقلعها وهيضربها، ولو خد اوامر انه يضرب واحد مهندس او دكتور او اي حد ايا كان بالرصاصه في دماغه هيضربه بالرصاصه في دماغه، وهيقلفوا قصه طويله عريضه علينا الناس دي كانت بلطجيه والناس دي كانت قابضه وكذا 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 وكذا.